أخبار اليوم. الراجل ده مصدوم وحرام انه يتحبس، مصدوم وحرام انه يتحبس. بحتفل ان شاء الله بالبراءه، وانا كل ثقه في الله ان البراءه كتبت من فوق 7 سماوات لحسني مبارك. ثانيا حكم القضاء ان شاء الله يكون براءه، ولا قدر الله لو الحكم ان شاء الله الا لا قدر الله مفيش حاجه، احنا يكفي ان احنا مقتنعين داخليا كل شعب مصر بان حسني مبارك بريء. حسني مبارك اللي تخلى عن الحكم حقنا للدماء، جنبنا العراق وليبيا واليمن وسوريا كلهم اتدمرهم علشان العنترية، إنما حسني مبارك أحب بلده فتخلى حقنا للدماء وسلم البلاد في أيدي أمينة سالمة للجيش. استطيع ان اذكر لكم من الفهرس الذي يوجد على كل حرز ما يضمه سريعا هذه الاحرار تضم بعض الاسلحه والذخائر ودفاتر العمليات. يا الله يا عظيم، هو بحمايتك انت يا رب، بحمايتك انت يا رب، بحمايتك انت يا رب يا رب. يا الله يا الله، الحرز المبارك واللي معاه وما استقر عليها وجدانها. عندنا 11 متهم، 10 في القفص واخر غائب. احنا قلنا من قبل كده ان كل متهم سيكتب له اسباب منفصله، وهو اللي بيحترم المؤسسة القضائية، وهو اللي عمل استقلال القضاء وقال ان القضاء يورط لهم ما هم ميجونيش. وانا تربيت في الجيل ده ومتعلمة ان انا لا اعتراض لا تعليق على حكم القضاء.